القصة مو قصة والحكاية مو حكاية، حكايتنا من الواقع أبدا مو رواية، نحنا عشناها بتفاصيلها المخبأة، أبو فاكر بيحكيها من البداية للنهاية. حكاية بلا لا أبو أم ولا لا، حياة جديدة بدها تنولد. حكاية سورية الروح قبل الجسد. الروح قبل الجسد. هلا مع حكواتي السورياني عاها وراديو السورياني، خليكم معنا. يسعد لي أوقاتكم إخواتي السورياليين، مكملين معكم بحكاية إسماعيل ابن الجولان يلي إجا عالشام مشان يدرس جامعة ضمن اتفاقية بترعاها الأمم المتحدة بتسمح لأهل الجولان يجوا على سوريا يدرسوا ويرجعوا بعدين عالجولان إذا بدهم. وسمعنا كيف وصل عالشام وكيف مشي بشوارعها وحاراتها وتعرف على الناس وكيف في مين ياخده بالأحضان وقت يعرف إنه من الجولان، ومين يكون شوي حذر منه ويحاول يسأله كومة أسئلة عن إسرائيل والجولان والقضية. ومن هون حنكمل حكايتنا اليوم، فرست قولنا قعدتكم حتى تسمعوا الكمالة. كلنا سوريالي سوريالك، انت اللي قادر تغير، انت ابن البلد. بعد ما بلش يتعرف على رفقات الجامعة ويتعرفوا عليه، بلشت تنفتح نقاشات حول الجولان وحرب تشرين يلي ناس تقول عنا تحريرية وناس تسكت ما تكمل، بس عيونا تحكي انه مو مقتنعين بكل هالاسطوانة المكررة يلي عم يسمعوها من هن صغار، وبنفس الوقت بيكون عندهم حب كبير لسماع كل تفاصيل الحياة يلي عاش اسماعيل بمجدل شمس، واذا راح على القدس ولا لا، وكيف كان يمر على الحواجز؟ هلأ الجيش الإسرائيلي بيعمل مداهمات للبيوت؟ صحيح في فلسطينية ولبنانية وسوريين من سكان المناطق المحتلة عم يخدموا بالجيش الإسرائيلي؟ وا كومة أسئلة واستفسارات خلت الأعداد تكبر والطول وتصير ملفتة للنظر، نظر شباب من الهيئة الإدارية التابعة للاتحاد الوطني لطلبة سوريا يلي خبروا مدير فرع الجامعة يلي بدوره بعت ورا اسماعيل حتى يزوره ويكسبوا عفنجان قهوة عنده بالمكتب. راح اسماعيل وشرب القهوة وهو عم يستمع لمحاضرة مدير المكتب عن أهمية التعاون الوطني بين السوريين كلهم، وكيف لازم كلياتنا نكون إيد واحدة بوش كل المؤامرات، كيف إنه البلد فيها كتير ضعاف نفوس ممكن يحاولوا يوهنوا عزيمة الأمة ويحكوا مواضيع مو مهمة ما لازم حدا يحكي فيها، فلازم خينا اسماعيل فورا تجي وتخبرنا إذا صار والتقيت بحدا من هدول المخربين والعملاء، والأفضل الأفضل الأفضل إنك ما تفسح مجال لأي نقاش وحديث خارج كتب الجامعة مشان ما يضيع وقتك ويتشتت تركيزك وتروح عليك السنة وترسب لا سمح الله. بلحظة ضاع اسماعيل من كتر الكلام يلي عم ينط من موضوع لموضوع، فاستوقفه للزميل مدير المكتب وقال له عفوا زميل، بس والله ما عاد تفهمت عليك، مؤامرة شو؟ مخربين مين؟ أحاديث شو يلي ما لازم احكيها؟ معلش تكون أوضح بالكلام حتى أعرف عن شو عم نحكي؟ فابتسم الزميل وقال له عن التجمعات يلي عم تعملها، النقاشات يلي عم تدور بينك وبين الشباب بالكافيتريات. تجمعات؟ تجمعات شو؟ سأل اسماعيل. فرد الزميل وقال له تبع الأحاديث اللي بلا طعمة عن الجولان وإسرائيل والحدود وهالحكي هاد. استغرب اسماعيل ورد انه الشباب عم يسألوا عن حياته عن بلده، حابين يعرفوا الجولان يلي محرومين يشوفوها، فوين المشكلة؟
آها، المشكلة إنه ممكن يكون في بيناتهم حدا بده يسحب منك معلومات ويعرف تفاصيل ويبعتها لعدونا الإسرائيلي. فضحك إسماعيل وقال له يعني لحظة، قصدك إنه ممكن يكون في بين الطلاب جاسوس عم يشتغل لصالح إسرائيل، عم يحكي معي مشان ياخد معلومات عن الجولان ومجد الشمس وعلاقتنا بالجيش الإسرائيلي ودوريات الحدود الإسرائيلية، وبده يبعت هاي المعلومات للمخابرات الإسرائيلية؟ أيوة تماما، رد عليه الزميل بابتسامة عريضة. فسكت إسماعيل شوي، بعدين قال له ممكن تعيد ترتيب الجملة يلي قلتها براسك وتشوف قديشها مو منطقية؟ عموما شكرا على فنجان القهوة، وصلت الرسالة. قام مشي وترك الزميل بالمكتب عم يصفن بالجملة الغبية يلي انقالت، ونحن كمان حنتركه يفكر ونروح فاصل صغير ونرجع لكم. يا ما أحلى فسحة يا عيني على رأس البر والقمر نور عيني 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 على موعلى موج يا اخواتي. رجعنا لكم مع حكاية اسماعيل وكيف استدعى مدير فرع اتحاد الطلبة ووصل له رسالة انه هو تحت العين وانه العين بلشت تتفتح عليه. ورغم غباء الحديث والكلام يلي انحكى، بس اسماعيل فهم الكلام يلي بين الاسطر وعرف انه لازم ينتبه شوي لتصرفاته ويخفف نقاشات مع الشباب. الشي يلي فورا انتبهوا له اثنين من رفقاته، سامر ومرح، كانوا هدول اكتر اثنين بيحكوا معه بيتناقشوا بقصص كتيرة. حسوا انه في شي تغير وانه اسماعيل ما عاد على طبيعته، ففاتحوا بالموضوع وهنن عم يتمشوا بحديقة الجامعة. بالاول قال لهم اسماعيل انه مشغول بالدراسة فيعني ما في وقت يلتقوا، وحاسس حاله التهى بالفترة الماضية مشان هيك عم يفضل يبقى بالمدرج تبع الكلية حتى يدرس. فواجهه سامر بوضوح وقال له استدعوك على المكتب مو؟ تفاجأ اسماعيل فكمل سامر كلامه وقال له دائما هيك بيعملوا، بس يجوا الشباب من الجولان بيكونوا منفردين وعم يحكوا، فجأة بيبعتوا وراهم على الفرع بعدها بيرجعوا متغيرين. معلش أخي اسماعيلو ما تنزعج، نحن منقدر أنك حاسس بالغربة من كل شي عم تشوفه وتسمعه، بس نحن تعودنا، نحن ربينا على هذا الجو المخابراتي، حنتركك فترة تريح راسك وبعدها منلتقى. مشيوا وتركوه بالجنينة، قعد على أول كرسي لقاه وصار يفكر بهالدنيا، إنه هو وقت كان بمجدل شمس ما كان يخاف من المخابرات الإسرائيلية، لما بدهم يتظاهروا كانوا ينزلوا على الساحات وما يهمون، صحيح تصير اعتقالات بس كانوا يطلعوا بعد فترة، مو مثل ما عم يسمع هون عن ناس اختفت من سنين طويلة وما حدا بيعرف عنها شي. إنه شو هاد؟ مو هاي بلدنا كلياتنا؟ مو هدول ولاد نفس البلد؟ شو هاد يا الله؟ وراح على غرفته بالمدينة الجامعية وبقي قاعد فيها، ما راح الجامعة. بعد شي أسبوع مر لعنده سامر ومرح ليتطمنوا إذا كان مريض أو فيه شي. نزل لعندهم وقعدوا بجنينة المدينة الجامعية وحكى لهم إسماعيل كل الأفكار يلي عم تدور برأسه، وقال لهم أنه بصراحة عم يفكر يرجع عضيته، خلص خليه يرجع الجولان، ما عاد حاسس حاله موجود ببلده، وحكى كل شي خانقه. سمعوا للأخير بعدين قال له سامر مو هيك بتنحل الأمور يا إسماعيل، هي بلدك أولا وآخرا، أنت سوري، ما حدا بيقدر يبعدك عن بلدك ووطنك، صدقني هدول الناس اللي متحكمين فينا هنن يلي حيروحوا. فقال له إسماعيل ليش هي مو بلدهم هنن كمان؟ لوين بدك ياهن يروحوا؟ فردت هون مرح إنه أي بلدهم صح، بس هنن مو معتبرين بلد، هنن معتبرين مزرعة وبدهم يتحكموا فيها وفينا كأننا ملكهم، نحن ناس أحرار عنا الحق بالكلام بحرية،
عنا الحق إنه وقت نشوف الغلط نطالب بمحاسبة الغلطان، عنا الحق نقول لا بالاستفتاء تبع الرئاسة، عنا الحق نطالب بانتخابات مو استفتاء على رئيس واحد ما بيتغير. وإذا فعلا الشعب كله معه، ليش ما بيسمحوا لغيره أنه يترشح؟ ليش لازم كل شي يكون بإيدين حزب البعث وبس؟ ممنوع أي حزب تاني يكون فاعل عن جد. ليش؟ لأنه بيعرفوا أنه بدون هالقمع هاد ما بيقدروا يبقوا بالسلطة، وحيروحوا. يروحوا مو يعني برات البلد، لا إسماعيل، نحن بدنا ياهم يروحوا من السلطة يلي خانقينا فيها. سكت إسماعيل وما عرف شو يحكي، وبقي الحديث بيناتهم أكتر من 4-5 ساعات، بس مو بالجنينة، لا، طلعوا على بيت مراح، تعرفوا على أمه وقعدوا بالصالون وحكوا بكل وضوح كل آرائهم. هنيك عرف إسماعيل أنه أبوه لمراح محبوس من السبعينات وما حدا بيعرف عنه أي شيء، انحبس بسبب نشاطه السياسي. وحكت له كيف أمه خبت الكتب والدفاتر يلي كان أبوه يكتب عليها، ولما كبرت مراح عطتها ياهن لتقرأ وتفهم، وكيف بلشت تتغير الحياة بعيونها من وقت بلشت تفهم الأمور كيف ماشي بالبلد، وكيف برأيها لازم كل الشباب يفهموا هالشي، لازم الكل يفتح عيونه ويقول لا. كانت هاي السهرة كتير مهمة لإسماعيل، خلته يعرف شغلات كتيرة عن بلده وأهل بلده، شغلات ما كان يقراها ولا يسمعها. قرر أنه يبقى بالشام ويكمل دراسة، يبقى ببلده سوريا وما يخاف من أي شيء. مرت الأيام وتخرج. بهالأثناء تغيرت كتير شغلات، مات الرئيس واجا ابنه على الحكم، ورغم أنه البلد جمهوري لكن بلعبة سياسية تم تعديل الدستور واستلم ابن الرئيس الحكم. وبشكل من الأشكال اتأمل كتير من الشباب أنه هذا الرئيس الجديد حيكون منيح للبلد، لأنه شاب مثلهم وبده يغير كتير من القوانين ويخفف من القمع والسلطة المخابراتية. صحيح وصوله للسلطة بالأساس هو غير أخلاقي، لكن معلش إذا بيشتغل لمصلحة البلد فمعلش خليه يصير رئيس. هدي يا بحر هدي، طول ما بغيب بدنا، ودي سلامي ودي للأرض اللي ربتنا. لهون بيكون خلص وقتنا لليوم، بكملكن الحكاية الأسبوع الجاي. استودعناكن. سلم سلم عبلادي، تربة بي وجدادي، سلم سلم عبلادي، تربة بي وجدادي، بعد الزغلول الشادي بيغرقن لعودتنا. هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2016. عم تسمعوا راديو سوريالي. على فكرة هذا مو راديو.